تفضل يا الغالي، تعال تفضل. ما شاء الله تبارك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على وين إن شاء الله في الجيزة؟ شارع مراد بإذن الله. ما شاء الله تبارك الله، الله أكبر. حضرتك ساكن في شارع مراد؟ آه إن شاء الله بإذن الله. تعال هناك وراك المشوار. ما شاء الله عليك. هذه مراتك؟ نعم. مراتك هذه؟ آه مراتي. آه إن شاء الله. مو باين عليها إنها مصرية؟ بص قدامك. ما شاء الله، أقسم بالله قمر. إيه؟ خلاص حبيبي، أنا تسمع شعر خليلي؟ أنت عبيط يلا. ثواني أنا أسمعك شعر. ما تخليليش أتجنن عليك. أماري ونيني تين تعبيط. خلاص 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 حبيبي، أنا آسف. ركز في طريقك. عادي. هتنزلنا على جنب هنا. ماشي حاضر. صبرا صبرا. أبي أسمعك شعر، أسمعك شعر خليلي. أسمعك حاجة، والله العظيم ما تعجبك. أقسم بالله تعجبك. تعال يا قمر اركب الهمر. اديني الواتساب احسن، انا قلبي ذاب. واتساب؟ اه والله العظيم. تعال انا هركبك الهمر والقمر. ليش حبيبي؟ عشان انت بينك عيل اهبل. إيه انت منين يا إيه؟ انت منين يا انا؟ انت منين يا لا اله الا الله. انت منين؟ خلاص غسل ايدك. ليش الغلط؟ ليش الغلط؟ غسل ايدك. ليش الغلط حبيبي؟ ليش الغلط؟ بص قدامك على بص معايا. ليش ليش انت ليش مصري مكتئب؟ انت مصري غشيم اقسم بالله. أنا مصري غشيم يا حلوف يا بهيم يا حيوان يا كلب يا زبالة. أنت منين يلا؟ اقعد. أوبا يلا أنت. الواد ده أهبل. أقسم بالله العظيم أنت يا جماعة. اركن يلا اركن يلا. أقسم بالله اركن يلا على جنب يلا. أقسم بالله اركن، مش عايز أعرف. ما شاء الله. خلاص حبيبي خلاص. اركن، ده أنت حيوان بجد. ليش ليش حبيبي ليش ليش؟ أنت إيه عبيط يلا ولا إيه؟ ليش بص قدامك يلا، بص قدامك يلا. أنت مصري حاقد علي. أنا مصري حاقد يا معفن يا زبالة يا رمامة. أوديك ورا الشمس. شمس الغنم. انت حاقد يا اشعس يا اغبر. يا انت مجنون يلا ولا ايه؟ انت عبد اسود يا ابني، احترم نفسك يا اسمر دلومه. يا ابني يا اسمر دلومه، انت انت اسمر دلومه ولا ولا اوعيدك. انت تعرف تمن هذا التوب؟ اقسم بالله العود اللي انا حاطه، العود اوعيدك. اقسم بالله لو حطيت اوعيدك يا جربوع مصري اشعس اغبر. جربوع مين يا راح؟ قل لك وغلب، احترم نفسك يا كل. تعال ثواني، تعال تعال يا بهلول. يا بهلول بوس 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 بوس. تحب تمرق؟ تعال تعال يا ولد يا بهلول. تعال تعال يا ولد يا بهلول. تعال يا ولد اسمع يا ولد، تعال نلعب اللعبه بتاعتنا. يلا بينا. مين احسن انسان؟ احسن فنان؟ كلمني كلمني يا ولد يا بهلول عن كرمي. كرمك يعني انا راح اكتفي من غيرك. بوس يا كلب انت يا عبد يا اسود يا عبد. كلمني يا ولد، اقول لك على حد. كلمني عن جودي. جودك او عبد؟ جودك جودك كرم يا وعد. عبدك يا ولد. هذا عبد مصري ما يفهم مصلحتي. كرم اشعل هذا اشعل. انزل يلا اشعل يا اخبر. اوعى تضرب معدل. هذا اشعل. انزل انزل يلا. انا اقول له يا بهلول مع قمر عايز الواتساب. انزل يلا. انزل يلا. خذ رقمي 010 010 100 اه ده انا بتفكر. اقول لك شغله، اقول لك شغله. خلاص خلاص اقعد هنا. ابعد لازم اقعد يا حرام. خلاص خلاص انت حمار يلا. احلف مقلب 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 يا انت حمار. مقلب والله ده مقلب والله. دي كاميرا كاميرا. مقلب 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 يا اوعى يا اخي مقلب. بس انت برضه راحتك وحش. اوعى مقلب. معلش ايه يا عم مقلب؟ في انترنت انت كسرت لي. اوعى يا عم الغى بقى ده يا عم. انت كسرت لي ايدي يا عم اقسم بالله. مقلب معلش. احنا اسمي يا عم اسف. ايه يا عم؟ ده مقلب وانا بس كل الفكره زيرو. طب بس سيبنا بس دلوقتي بس يا عم الظريف بقى. ايه ده اللي بس اوعى بس نستنى من القرف ده. خلاص ايه ده ايه كوبري خشب. اتفضل. اتفضل يا باشا. يكرمك يا ريس. فين يا باشا؟ في كوبري خشب. كوبري خشب عند مقهى كده يا باشا. تحت عمرك يا باشا.
صباح الفل للجيم. الناس انا الحمد لله عرفاني على الصحة وعلى الجلع وعلى الجد وعلى السخانة. ده منين يا باشا؟ يا عم احسن ناس يا عم مبرها علينا يا عم. انت يا عم يا عم غرف ده يا عم امشي غرف ده يا امشي. وعالم ما فيش حد بقى بيستحمل حد. نعم يا اسطى. لا لا يا عم في ايه مالك يا عم؟ ما انا ماشي. ضارب ايه انت ضارب يا عم؟ ما توحد الله مالك يا عم. موحد الله مالك انت في ايه يا عم؟ ضارب وايه؟ طب ما تاخد بالك من كلامك وحاسب على اللي بيقع منك يا صاحبي. مالك بس في ايه؟ طب ايه؟ طيب ايه يا صاحبي دي ولا ايه يا عم؟ غير فني ده انت كل الراجل اللي داخل يتكسر عليا. يا اسطى شرف فتحت يا عم. ماشي ماشي انا هو عليه. اخرب بيت ام الاستروكس. خفيف انت على فكره من اول ما ركبت. خلي بالك انت مزولني في حياتي. انا مزولك؟ اه والله. تبع مين انت؟ تبع مين؟ تبع انت تبع الواد عبده مستورو طلع باين عليك. عبده مستورو. ايه ده؟ بقول لك ايه؟ ايه ده؟ معاك يا صاحبي. خد معاك. السلام عليكم. وعليكم السلام. استأذني يا اسطى تقول لي اركب ولا ما اركبش يا عم. الراجل ما الراجل اهو شكله تعبان يا عم على طريقنا. مالك؟ هو يوم اسود باين عليك يا عم. اسود ليه يا عم؟ بتسود النهار ليه؟ ليه بتسود النهار يا عم؟ في ايه يا عم؟ بتسود علينا النهار ليه يا عم؟ عم ايدك بس جنبك كده. في ايه يا عم؟ ده واحده واحده بس. ايه ده يا عم؟ انت كنت برشمين بقى. توحدوا الله كده واتكوا على الصبر. شغل بقى برشام بقى ولا حقوق ولا ستروكس ولا ايه؟ تعبان يا صاحبي. خد يا صاحبي خد يا صاحبي. اهلا مسا اهو. بقول لك يا صاحبي ولا ممكن تضرب لي الحضرتين دول يا عم؟ طب اليوم المنيل اللي مش معدي انت جمروا حرامية بقى وبرشمجية يا عم. ولا انت من اول مرة انت مزولني. ده يا عم بلا ابوه بلا ابوه. قال انت بتزغط في الوش. تعبيط ياض انت وهو يا بتزغط في الوش ولا ايه؟ شكلكم سارقين التاكسي. لقيت هو يا عم. اتقل عليا بقى. انت هتعمل ايه يا عم؟ اتقل عليا بقى. انا هشوفك بالمعظمة دي. معظمة ايه؟ بالمعظمة. ايه يا عيال يا ولا هشوفك بالمعظمة. انا جبتك ده ربنا ده كرور ياض بقى نفسك. ولاد ده كرور ياض. ايه ده؟ ايه ده؟ بس يا ابني اقعد اسمع الكلام. اسمع ايه يا عم بوش ازاي؟ اسمع الكلام. اسمع الكلام. بس ايه ده؟ بس 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 اتقل بقى. اتقل بس. لا 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 ما تقلقش. اوعى دي. هي دي اللي انا عايزها. هي دي. طب اقول لك على حاجه. سيبك من دي. خلاص. اوعى ياض افتح الباب ده. طب اقول لك حاجه. مفيش فتح باب انت. يعني ايه مفيش فتح باب؟ انت راجل برنس صعب. لا يا ابو هو بس ايدك دي كده. بالاستروكس. بحبك يا نانسي. بحبك يا نانسي. بحبك يا نانسي. بحبك يا نانسي. بس انا نفسي نانسي. انت فين يا نانسي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ احنا كنا بنهزر. احنا كنا بس 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 احنا بنهزر معاك. نورتني. فين في مصر الجديدة؟ سبع مرات. سبع مرات. سبع مرات. جميلة إخيبتو. جميلة. جميلة إيه؟ إخيبتو. ايجيبت. مصر. مصر جميلة جدا يعني. هي حاجة روعة قوي. طبعا. بلدنا جميلة دي. اكسكيوز مي ارد. الو ايه يا روشيل؟
انا يا حبيبتي شغال اله الا الله. ما انت عارفه يا روشيل موضوع هنا مختلف عندكم في مصر. انا كنت شغال طلع بيب نويبع كانت الدنيا زي الفل، كنت بقفش اكتر من 1200 شيكل في 3 ساعات. انا بقالي 5 ساعات لسه راكب معايا زبون دلوقتي. يلا باي باي. معلش اسف على الازعاج. هيضايقك لو هعدي بس على حمايه اخده معانا؟ في مشكله؟ فين؟ حمايه بس هعدي اخده معانا. في طريقنا؟ اه مستعجل. لا لا في طريقنا، في طريقنا مش هعطل حضرتك. مش لمخاء نختاري مختيب اللي قاتل مخاي. ماشي تليفونيتك؟ اللي انت تاخد تليفونيتك على ابوك. شبه ابن ابن عمك عيسى. انت عارف انت الشبه. نعم. بس لحظة هو انتوا منين؟ احنا من تل أبيب. تل أبيب ايوه. والهرم بتاعنا ومصر بتاعتنا. ايوه ايوه. ايه عندك شك في الكلام اللي انا بقوله ده؟ عند امك الكلام ده طبعا. بالراحة بس انت ليه منفعل علينا كده؟ انت ده ضعف منك. مصري ضعيف. ضعف مني؟ مصري ضعيف. معلش معلش. على فكرة انا بكلمك وانا في قلب بلدك ومش قلقان. بالظبط. اديك قلت في قلب ايه؟ في بلد. قلب بلدك. ايوه في قلب بلدي انا. بص يا حبيبي دور على اصلك هتلاقي نفسك بالاصل من حبيبي. على الاقل انا عارف عندي اصل واصلي مصري اصيل. انتوا اللي ما عندكوش اصل. لو دورت على نفسك في التلة هتلاقي نفسك ابيب. ابيب ابيب بيب. ابيب ايه؟ انت اهلي بيب بيب زمالك مصري. لا لا حبيبي انا مش ضايع. انا افهم ان احنا عندنا اهلي عندنا زمالك عندنا كل حاجه. مصر بتاعتنا سينا بتاعتنا. لا وحيات امك. فاهمين غلط. اقول لك ايه اللي بتاعكم ما تزعلش مني. يا ريت. بلاش بلاش. ليه حبيبي؟ والله بلاش. اقول لك ايه اللي بتاعكم ما تزعلوا مني. ضعف منك. بس انا هقول لك على حاجه. انت لو دورت في الاصل هتلاقي نفسك لان انت نسخه نسخه اكزاكتلي من حنانيا ابن عمي. حنانيا ابن عمي. لحظة واحدة. تخيل بقى ان انت نسخة نسخة من حنانيا اللي كان في بيت الدعارة اللي جنبينا. وماله حبيبي؟ لحظة واحدة. لحظة واحدة ايه؟ حنانيا بعتلي صورة على الواتساب عشان اوري الراكب اللي معايا صورتك ويعرفوا ان انت شبه حبيبي. يلا بقى. الو الو ايه يا حاتم انت فين؟ حاتم بيكلم حاتم. بقولك ايه؟ اللي هو عندنا. طيب بص من القصر اسمه خاتم. تعالالي ما تهدى بقى على حالك. اهدى على حالك. اهدى على حالك. هتتروق دلوقتي. عينيا يا بابا. طيب هبعت لك ام لوكيشن دلوقتي. آه. تيجي لي عليه عشان في اتنين عايزين يدفنوا هنا. يدفنوا. اه يلا حبيبي انت مش فاهم حاجه. يلا انت لازم تشغل دماغك. هشغل دماغي؟ آه. ده انا مش هشغل دماغي، ده انا هشغل ايدي عليكم انتوا اصلا. ده مش بايظ. اه انت ضايع خالص. أنا ده مش في البلاله. طب بص قدامك يا بابا. بص قدامك. ويا ريت تركن لنا عند اي مكان هنا عشان اروقكم النهارده. حبيبي انت دلوقتي في مملكتي على ارضي. على ايه؟ على ايه؟ ارضي ارضي. ده انا على لك. انت بتتكلم بس زي ما بيقولوا المصريين. لا انا ما بتكلمش وبس. آه. انا بتكلم وبفعل. بفعل. اه بفعل. استنى بس هتعدل لك كده عشان ليله يعني اهلك زرقاء معايا شكلها انت والراجل ابو برنيطه ده. آه. يا عرن يا بلد خرجت يا بلد كلها وكلها من في بعض. انا هثبت لك حاجه يا حبيبي. ايدك جنبك. انتوا حراميه من زمان قوي. حراميه يا بلد. بلد ايه حبيبي؟ اهرامات بتاعتنا احنا اللي بنيناها. الاهرامات دي بتاعت امك. الاهرامات دي بتاعتنا احنا. ايد امك دي عنها حبيبي. ما تعليش صوتك لان ده ضعف منك. ضعف مني انا؟ طبعا. اه احنا اللي يا راجل انتوا حتى احنا الاغاني احنا اللي بنضرب وبنجري. اغانينا سرقتوها زمان. اغاني سرقتوا. اه قول لي اغاني ايه؟ اغاني ام كلثوم. اه ودارت الايام دي كانت ومش لخاره الايام. مش ايه؟ مش لخاره. لا ما بتتقالش كده. مش 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 الايام. يا حبيبي ده مين دي؟ ام امك اللي قالت الاغنيه دي؟ انت ما تعرفش. بس ايه ده؟ انت ما تعرفش ام ايدك كلثوم. جنبك. انت ما ايدك جنبك. انت تعرف اقول لك اغنيه جديده محمد رمضان بيقول نمبر 1 دي عندنا منخر 1. منخر 1. طب ما عندكوش 1 1 1 انتوا كلكم 1 اصلا. طيب انت ضعف ضعف. انتوا كلكم مصري جع جع. انزل لي بس. يلا انزل لي. يلا مش نزول. انت انزل لي على جنب. بقول لك انزل لي. انت تنزل من هنا بتاشيره مني. انزل تاشيره مني يا بلد. انزل لي يا على جنب. يا بلد. اوه
ارجل لا هوب هوب دي يمين هوب يمين ولا الى الجنب ولا باص الى جنبك الى جنبك اوعى اركن لي اركن لك اركن لي اوعى ايدك اركن لي عشان خاطر ما اكسرلكش وش اللي جنبك ده اركن لي بقول لك وش اللي جنبي اركن لي خلاص خلاص ايدي احنا بنهزر معاك والله احنا بنهزر معاك بنهزر معاك ايه بنهزر معاك ده انت هتشوف لما ننزل ده مقلب والله ده مقلب انزل لي بس ده مقلب افتح الباب زي اول ما انزل